بعد كمال مو وقته. شو طلع مشغول الخط؟ ايه شو رح تعملي لبنتك اكل طيب؟ ايه انا لهيك تلفنتلا بدي اعمل لها قالب جاتو آسيا بتحبه بس ما بعرف في الشوكولا ولا بالموز. لهيك كنت بدي حاكيها شو اعمل لها ساوي اثنين حتى بنعمل فطاير بالسبانغ وسلطة بطاطا. فطاير مو هيك؟ الفطاير منيحة. اشتقت لها حبيبة قلبي. حبيبة قلبي وانا اشتقت لها. وليش هيك تارك المطبخ وسيخ؟ أنا هلأ برتبه. وقت كنتي عند أمك هيك كنتي عفشة؟ حقيرة. نور برأيك هاد أو هاد؟ هاد حلو. ايه ما رح تتعشي هون؟ لا في عندي مخطط لهالمسا. كتير منيح بشوفك. استني استني برأيك ضب شعراتي ولا أفردهم أحسن؟ لا تتعذبي بيجي لحاله النصيب فرديهم. كله جاهز؟ جاهز معلم. طيب يسلم ايديك، فيك تروح هلا، أنا بدبر حالي. يلا تصبح على خير. وأنت من أهله. أنا كل ما بحاول ظبط الأمور بتنتزع، ما عم بفهم. ناريمان شو اللي بتطلبه؟ أنا شو لازم أعطيها؟ ليش هيك دائما عم نفهم بعضنا غلط ونتخانق؟ ما بعرف شو عم يصير. يلي لازم تفهمه انه الشي اللي عم تساويه وتعمله لريمان مو طبيعي. قليلي انت مفكرتيني واحد سيء؟ واحد متخلف؟ لك انت بتعرفي مين انا؟ اسفه لا تؤاخذي. لا تتاسفي. ناريمان لا تخافي مني. يعني شلون ما خاف؟ هي أول مرة منلتقي وفجأة بلاقي حالي معك لحالنا من نص البحر. أنا بدي نتقرب من بعض. ما بديك. شو أنتوا لسه ما بلشتوا؟ عم نستنى أبوكي حبيبتي قال على الطريق. لوين رايحة؟ معزومة على العشاء. ما جاوب. ماجد ما؟ ايه ماجد. كأنه هالشركة خربطت له عقله بس رح يكون شغل غير شكل. ألو أنور كيفك؟ تسلم وأنا كمان. ماجد ما عم برد على موبايله، قلت يمكن معك. معناتها منيح، أكيد هلأ راح اليخت طالما طلع من الشركة. انت من وين عرفتي انه ماجد راح على اليخت اليوم؟
مو انت اللي قلت لي الظهر هالحكي؟ يلا باي انوار بشوفك. نيفين لا تروحي، اوعيك. يا الله على هالمصيبة، شو هالغلطة؟ الو، بدك تتمنى لي التوفيق؟ ماجد انا بدي احكي لك شغلة، يعني نشغل بالي. ناريمان اجت شي على اليخت؟ يعني بدي اقول اذا ما رح تجي لحتى نطلع نسهر سوا. حظك مو حلو. لو سهلة ما فيني اتأخر لو سمحت. عادي لنحكي. هو انا عم بسمعك. قول. اذا بتسمحي لي بدي احرك اليخت لقدام شوي وبعدين منحكي. لا، لاني انا ما فيني طول. ناريمان هالليلة بدنا نتعشى سوا ونرقص. انا بدي اقعد معك شوي وروح بسرعة من هون. واذا بتكلف خاطرك وبتحاول تتذكر يلي صار معي وقتها رح تعرف ليش حابة امشي بسرعة. ما تحسسيني اني غلطان ناريمان، انت بتعرفي انه اللي بيناتنا مو بس هذا اللقاء. خير؟ شو؟ ولا شي، داخلي من القعدة. ممكن نحكي بنتي؟ ما اقول منحكي. تعي نروح على المطبخ بلا ما نفيقنا ريمان. وإذا فيقناها شو بصير؟ ليلى، وين أنا ريمان؟ مو هون، راحت على اليخت. دخيلك يا ربي. ما عم تاكلي؟ شبعانة. صحتك. انت كتير واثق من حالك مو؟ وليش لا؟ قوليلي، هداك اليوم وقت اجيت مسكتي ايد شاب، مين هو؟ ليش هالسؤال؟ بدي أعرف. إذا شبعت ماجد فيك هلأ تعطيني البلاك تبعي؟ لا، هيك ما رح يمشي الحال. لكن شو رح تعمل؟ حسب الأصول يا أجدب، أنا بكرة رح أدق بابا لناريمان. كل يوم بدق بابا، أنت وين الجديد؟ لك لا يا صاحبي، هالمرة مو هيك، يعني أنا رح أطلب إيد ناريمان من فيسبيك. هذا هو الحكي اللي بنسمع. وكل هالقد غالي عليكي هالبلاك؟ ايه، هو معك حق، الماس برلنت وعليه احجار غاليه كتير. غالي بسبب الريحه اللي عليه مو بسبب احجارته. هالبلاك هو من ريحه امي وعليه كمان بصماته. بالنسبه لإلي هي الذكرى أهم بكتير من اهتمامك بشوية ألماس وحجارة انحطت على أي قطعة مجوهرات بتشتريها.
بتمنى انك تقدري تحافظي منيح على ذكرى امك. وبتمنى انه ما عاد توقعي وين ما كان. ممكن ترقصي معي لأنه حابب يكون لنا ذكرى حلوة مع بعض. برقص معك. رجعك لهون قبل ما يصير شيء. آه يا ناريمان آه. وقف شوي. شايف هالبيت؟ لك يلا امشي. لك اسمعني اسمعني. شوف هذا البيت مو مثل باقي البيوت. وقف شوي وتفرج. في بيوت كتير، في هاد وهاد. عصي بس بهذا البيت نايمة حبيبتي. أكيد عم تحلم فيني اليوم. يلا عصي بلع لك، خلينا نمشي. يلا امشي. عاصي أنا بكون خطيبته. Thank you.
ثمة كسارة صغيرة تحت طائر النورس، تعذبت كثيرا، لا تمتلك الطعام. هناك لقمتان، واحدة تحمل السم وأخرى تحمل الترياق. ليلي، أنت ليش جيتي لهون؟ ها؟ نيفين اسمعيني. حقيرة، أنت مفكرة يعني أنك رح تقدري تاخدي الرجال اللي إلي ماجد؟ بس ما حذرتي يا ناريمان. وقفي ماجد، وين وانتي وين؟ اطلعي على حالك وشوفي مستوانا. انتي مين مفكرة حالك؟ مين؟ انتي مين؟ ملكة جمال الحارات ناريمان، هي هي انتي. انتي بعمرك ما بتقدري توصلي لمستوانا يا بنت. انتي مستحيل تقدري توصلي بحياتك كلها لنص اللي نحن عنا ياه. ما فيك تكوني بمستوانا. لك شوفي حالك قديشك منحطة وقديشك دون. انتي حتى ريحتك طالعة. تعرفي انه انا بيوجعني قلبي عليكي؟ انا ونور شفقنا عليكي، عزمناكي لانه شفقنا عليكي يا غبية. اسكتي نيفين، شو هاد؟ وين مالوعة؟ انا وماجد نحن اثنين حطنا عليك وجبناكي لهون يا هبلة، وانتي رح تكوني على طول رخيصة. انتي لعبة بين ايدينا. نيفين خلص اسكتي. حاجة، انتي شو فكرة حالك يا ناريمان؟ شو فكرة حالك؟ ماجد خليها تعرف وين مستواها وين مستواي. خليها تعرف. بس قلتلك شو هالوقاها؟ قليلي ليش اجيتي؟ شو هالتصرف؟ انت اللي رح تحكي ماجد، انت حتعترف. ناريمان شو إلا شغل هون معك باليخت؟ على اساس انك ما رح تتقابل انت وياها، وعدتني ما تشوفها ابدا، هيك قلت لي. بدي استاذنك واتشوفها. ايه تستاذني بالاول. شو نسيت انك ضحكت علي؟ كذبت علي كرمالا ولك حتى اهنت. نيفين بكفي، اصحي على حالك، زودتيها كثير اليوم. هيك ماجد؟ ايه هيك. حاج بقى ما بيحق لك تعاملي العالم بهالشكل. انتي جنيتي. ايه عندك حق، انا بالعقل بالاول بتجنن الواحد بعدين بتتهموه بالجنان. ايه عندك حق، وانت انت السبب بجناني. نيفين؟ يا حقير الله ياخدك. نيفين، نيفين شو بكي؟ أنور أنا هلأ انهنت، والله انهنت. هاني ضحك علي يا أنور. يا الله دخيلك، أنا صرت هلأ بكرهه
يا الله. انتي مفكرة يعني انك رح تقدري تاخدي الرجال اللي إلي ماجد؟ بس ما حذرتي يا ناريمان. انتي مين مفكرة حالك؟ مين؟ انتي مين؟ ملكة جمال الحارات ناريمان. لك شوفي حالك، قديشك منحطة وقديشك دون. انتي حتى ريحتك طالعة. انا ونور شفقنا عليكي يا غبية. انا وماجد نحن اثنين ضحكنا عليكي وجبناكي لهون يا هبلة، وانتي انتي لعبة بين ايدينا. ناريمان، أنور أنت كنت بتعرف؟ كنت بتعرف إنه ماجد وناريمان رح يروحوا على اليخت ويلتقوا؟ مظبوط. طيب ليش سكتوا ما قلت؟ رغم الصداقة اللي بيناتنا أنت بعتتني متقصد اليوم لهنيك. ليش هيك عملت أنور؟ ليش كان بدك يعني روح شوفهم على اليخت؟ قلي ليش؟ قلي أنت شو كان بدك مني؟ إنك تتركي بقى نيفين، انهي هالحب قبل ما هو يحطمك. وأنت نهيت حبك أنور؟ إيه نيفين، إذا نهيت حبك معناتها هو مو حقيقي. هيك رأيك؟ لكن شو بيكون؟ نفس إحساس ماجد تجاه الحقيرة، هو الرغبة وبس. الرغبة. الصراحة هذا اسمه حب التملك نيفين. إصرارك وتأكيدك إنه هو إلك. مظبوط. مستحيل أرضى واحدة غيري تاخده. ناريمان شو بكي؟ انسي ما تسألي، انسي. حكي لي على اللي صار بينكن. إذا حكيت لك بتستغربي. ما تكوني واثقة هالقد. ناريمان شو صار معك لك بنتي؟ أنا رحت جبتها ورجعت. أوخ نحمده ونشكره. ناريمان يا عمري شوفي، من هلأ ورايح ما في داعي تلتقي بحدا منهم بقى. بنوب عمتي ما رح شوفهم، أنا مو من هنيك.
نريمان، ماجد أرجي أغلو ليكون تصرف تصرف مزعج. أنا ضربت لماجد كف. شو سويتي؟ ضربتي ماجد أرجي أغلو كف؟ أي أم هو رده للكف؟ مو هو، نيفين اللي ردته. أنور صرت منيحة، فيك تروح. طيب بروح، بس انتي تفوتي لجوا. شو بك؟ امسكني منيح، أنا دايخة كتير. مرحبا. مرحبا. نيفين فكرت بشي تاني، فكرت اني رحت لهونيك لحتى اشوفه. تخيلي هالمجنونة، ما تركت حكي الا سمعتني اياه. لو تعرفي هالوقحة قديش هانتني. بلكي نيفين يعني كانت فهمانتكن صح. شو قصدك بالله؟ يعني ما تعصبي، انتي عم تضحكي على حالك بهالموضوع. يعني كذبات العالم الباقيين ولا شيء قدام كذبك على نفسك. فتحي لي عيونك الحلوين اللي ضربتيه بكون هو حبيبي. انا بكره ماجد كتير، بكرهه. والله نسيت، انتي عشقانتي لعاصي. شو اللي حببك فيه لهالمجنون؟ نامت بس غفيت وهي مزعوجة. أكيد رح تتحسن. قلي أنوار، صار معها شي مشكلة؟ هيك شي، عايشة عذاب الحب. وبتنسى برأيك؟ إن شاء الله. عن إذنك. ليلى بدي اقول لك شكرا كثير مشان اليوم. يا زكية، على شو؟ انت مو زعلانة من الحكي اللي حكيته معك؟ بنوب، ما زعلت منك. يعني انا مالي عشقانة يا ليلى ماجد، انا مالي عشقانته بالمرة. بفهمك، لكن أنا كتير آسفة. يلا نا. يلا. ناريمان، بنتي نادي لليلى كمان، أبوكي فاق وأنا جهزت الفطور. ليلى مو بالأوضة. غريب، وين هالبنت؟ اتفضل فايز. على مهلك نوران، بس تجي ليلى بناكل كلنا مع بعض.
شو ليلى لسه ما فاقت؟ ليش عم تقلي من هلا؟ قوم، إذا بتضلك هيك رح تتعلم على التنبلة وما رح تنفع لشي، فهمان؟ لك طيب خلص بلا كتر حكي، وينك؟ عاصي، بعد شوي رح صير بالهوا. ولي؟ لو تشوف هالشوفة. شو صار لك؟ ما صار لي شي مراد، بس إذا أنت ما طصيت قدامك ما بتعرف شو رح يصير لك. روحوا لك. خلي عيونك بصحنك طبل. سلام. ما في سلام يا حلوة. معقول ما في سلام؟ ايه والله. بدك مي؟ عم وزع على الحارة مي. اه ايه، منتلفلك يعني اذا صار هون عنا حريقة؟ ايه والله. هاتي سكر البودرة بنتي. شو عم تعملوا من عند الصباح؟ آسيا جاية اليوم، حبيبتي جاية. سلطانة زهرة مبروك. يلا بخاطركم حل عنا هلا. وين راحت هالبنت؟ هي ما خبرتك وين رايحة ناريمان؟ لا والله ما قالت لي شيء أبدا. وين رحتي من هالصبح؟ شو وين رحتي؟ دخلي يلا دخلي. إليلي انت كيف بتروحي من غير ما تخبري حدا او تستأذني؟ يعني شو بدك؟ بدك اخذ اذن الحارة اذا بدي روح على الدكانه؟ ليلى بهالبيت لازم تخبري لما تروحي لمحل، وتانياً لما بدك تطلعي على الشارع ما بيصير تتمكجي وكأنك رايحة على عرس. وين عايشين خالي فايز؟ اوعى تفكر بالحبس. ليلى نوران تعي صبي الشاي لشوف، وانت تعي فطري، بس الجوع ليلى رح تاكل. شو هاد اللي عم تحكي؟ وفقات لما شفت الست كانت عنده ونازلة عن اليخت ولاحقها ماجد. مشي الحال، صار اللي صار. لا يا أمي لسه ما مشي الحال، هالبنت رح تضلها عم تلحق ماجد. محنو بشي من هالركض ورا، بعد كل هالحكي هاد والفضايح اللي صاروا ناريمان ما عاد رح تقدر تقرب من ماجد أبدا. يا أمي أنت ما عم تفهمي، ماجد كرمال هالحقيرة المعرفة بهدلني، وهو فرصتها الوحيدة لحتى تقدر تخلص من حياتها التعيسة. يا أمي أنا اللي عزمت لناريمان، أنا ما غيري، وبسببي أنا تعرفت هي عليه وهلا بدها تاخده مني.
رح تخلصني يا نيفين. حياتي رؤي لا تاكلهم. الله يخليك، لو سمحت اعملي شي، رجعي ناريمان على الجو اللي اجت منه، لانه اذا انت ما تصرفتي هلا انا حروح واعمل اللي ببالي. وشو اللي ببالك؟